هو احلى حاجه الحقيقه طبعا في التقرير فوز النادي الاهلي وكل هذه الامور، لكن بالنسبه لي انا لما اجي اتكلم عن هذا الامر انا يعني اول مره اشوف دموع سيد معوض الحقيقه. هم ما كانش هو بيلعب ما يعني حتى هو بيلعب ولا في امور اخرى الحقيقه يعني كمان ما يعني عمري ما شفت دموع سيد معوض، لكن بالفعل الابن غالي يعني طبعاً يعني اللقطه في هذه اللقطه يعني حتى عمر نفسه مش مصدق ان ابوه بيعيط لانه سيد صعب ان هو يعني يدمع ما كانش بيتوجع لكن... حتى لما يبقى مصف الملعب ما كنتش بشوفه بيتوجع خالص. فسعد سيد صعب جدا جدا، ولكن في النهايه الابن حتى بص بيبو يعني خالد كابتن خالد بيبو مش مصدق. جيل واحد يا كابتن، بص انت وكابتن سيد وكابتن خالد بيبو كلكم جيل واحد. طبعا الثلاثه عشره عمر طويله طبعاً. جدا سواء انا مع خالد بيبو او سيد معوض، احنا الثلاثه ولينا سوالات وجولات كبيره جدا طبعا في كل الاماكن اللي احنا لعبنا مع بعض، اهلي واسماعيلي. لكن الحقيقه سيد معوض بالنسبه لي يعني الف مبروك يا سيد الحقيقه، حاجه جميله جدا جدا. مفاجاه التقرير كابتن سيد معوض. نعم مفاجاه التقرير دموع كابتن سيد معوض. دموع في عيون مش كابتن سيد معوض. دموع في عيون سيد معوض. فيعني ربنا يبارك لك فيه. وعمر بالفعل واحد من اهم وافضل اللاعبين، نتمنى انا شخصيا اتمنى ان هو يكمل بهذا المستوى بهذا الشكل الحقيقه.